نيجي الآن إلى برج العذراء. طبعاً اللي حابب يأخذ قراءة خاصة بإمكانك التواصل على الرقم اللي موجود في صندوق الوصف، وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتنا عشان يوصلكم كل جديد. نيجي لبرج العذراء. برج العذراء، في عندك مبروك وفي عندك نصر كبير، رغبة انت كنت من زمان بتنتظرها جيات عن قريب. انت بتستاهل انك توصل للأماكن اللي انت بدك اياها ولأكبر من هيك كمان. ابدا ما تقلل من قدراتك يا برج العذراء، وهلأ هو الوقت المناسب انك تبدأ شيء جديد، تتعرف على اشياء جديدة، تقوي معلوماتك. ممكن بتفكر إذا تعمل مشروع إنك تأخذ معلومات أكتر، لأنه خلال الفترات الجاية راح كل شيء بتعرفه تحطه بالأكشن وتبدأ بالعمل. خلال الفترات اللي فاتت كنت متضايق متشوش مشغول، وما كنت تأخذ تنتبه على ذاتك، ما كنت تتقدر هذه الذات. حاول إنك توقف شوية وتعمل ريفلكت على حياتك وتركز مع ذاتك نفس شوية. عندك كان خربطة، لأنه برضو أنت مشكلتك بتبدأ بالشيء قبل ما تاخد كمية معلومات كافية حواليه. اعمل ريسيرشات، حاول تعرف أكتر قبل ما تاخد قرار. آمن بذاتك، لأنه في شيء كتير منيح جايك على الطريق، وانت دايما من الاشخاص اللي الامن الها انها تطلع قوتها الداخلية، وبتعرف كيف تكون قوي داخليا بالذات لما بتعطي حب. ساعتها انت بتفيد نفسك وبتفيد الاخرين يا برج العذراء. نيجي لبرج الميزان، نشوف طاقة برج الميزان. برج الميزان، في شيء له علاقة بالأطفال، له علاقة بالتواصل مع الأطفال، يمكن أنت مهملهم خلال الفترات اللي فاتت. كنت خليك شاحن نفسك طول الفترة يا برج الميزان، وما تاخد يعني لو انت حاطط في بالك شيء وحاسس انه لا ما رح يصير، فما تاخد لا هذه على اساس انه تجزمها انها ما رح تصير. لا، بل بالعكس، في شيء رح يصير بطريقة زي المعجزة معك يا برج الميزان. لو بس مهم انك تمشي مع حدسك الداخلي. حدسك الداخلي راح ياخدك على وفرة انت ما كنت تتخيلها. يعني انا بقصد بالبطاقة اللي قبل انه الخوف لو كانت جاية منه كلمة لا ما حيكون صحيح، حتكون جاية نابعة من الخوف، لكن حدسك هو اللي صحيح، لانه بعديها راح توصل لرغبة وراح ينقل لك مبروك، وشغلك راح يتوج خلال الفترات الجاية. بس مهم انك تقعد، لو تتواصل مع الطبيعة او تقعد مع ذاتك لحالك او تعمل تأمل عشان تهدي افكارك وتشوف الامور بطريقة اوضح. في رغبات لك جاية عن طريق بالمستقبل القريب، بس مهم انك انت تكون صبور شوية. انا عارفة الامور تعقدت معك خلال من اول السنة، لكن مهم انك تكون صبور شوية. هلا في عندك مرحلة استقبال، فكون منفتح للاستقبال واستقبال النتائج الجديدة، الاحداث الجديدة، الفرص الجديدة في حياتك يا برج الميزان. نشوف برج العقرب شو بيقول.
برج العقرب. برج العقرب رغبات معينة أو نوايا كنت مطلقها يا برج العقرب في المستقبل القريب راح تتجلى. ما تحاول إنك يعني زي ما بقول أدفع الأمور عشان تحصل، لا، سيب الأمور تمشي بسهولة ويسر، بس اهتم في حالك شوي يا برج العقرب، لأنه أنت فترة اللي فاتت كمان كنت مهمل في حالك كتير. اهتم في حالك، اتعامل مع ذاتك على انك انت في ريتريت، على انك انت بتعيد التواصل مع الذات عشان تحل الموضوع اللي موجود عندك. شوف بعين الطرف الاخر الموضوع يا برج العقرب، لانك بتستاهل توصل لاماكن كتير بعيدة، توصل لاماكن كتير كبيرة. رغباتك تتجلى، مهم انك تشوف الامور بطريقة بس شوي مختلفة. عندك خربطة، عندك تشويش، حاول تبحث في الامور، ممكن تسأل حدا مختص عشان يدلك على الطريق الصحيح. في حب جديد، في ارتباط جديد، في تواصل جديد، بس كون منفتح للاستقبال يا برج العقرب خلال الفترات الجاية. نبدأ مع برج القوس. برج القوس وطاقة برج القوس. برج القوس في جواك قدرات كتير قوية يا برج القوس، في عندك نور داخلي كبير محتاج منك انك انت تركز على نفسك وعلى هذا النور. في نقلة في الوعي عندك خلال الفترة الجاية، في عندك روحانيات قاعدة بترتفع، بس مهم انك تمارس على الاقل التأمل او تنمية الذات يا برج القوس. يمكن في نقلة عبيت جديد أو نقلة على مكان عمل جديد، في عندك تغيرات جاية، انتقال. هذا الانتقال راح يغير الانرجي حواليك، بالتالي أنت أمورك راح تتغير. كنت طالب انك تستقبل شيء معين او يجيك شيء معين حيجي خلال الفترات الجاية. في حب جديد جايك، في علاقة راح تظهر على السطح قريب، بس مهم انك تسمع لحدسك الداخلي يا برج القوس، ومهم انك تتواصل مع ذاتك عشان توصل لرغباتك يا برج القوس. نبدأ مع برج الجدي، نشوف برج الجدي شو طاقته لليوم. برج الجدي، برج الجدي في شيء برضو له علاقة في الأطفال أو التواصل مع الأطفال. محتاج منك يا برج الجدي إنك أنت تركز في هذا الموضوع، لأنه كتير طلعت لك هذه البطاقة. رغباتك، نواياك، الفترة هاي فيها تجليات كتير كبيرة يا برج الجدي. كمان مهم أنك تشوف بعين شخص آخر عشان تشوف هل أنت الشيء اللي سويته صح ولا غلط، ما تضلك استك عند رأيك يا برج الجدي. إذا عندك سؤال بيحتمل نعم أو لا فالإجابة نعم، وإذا هو هذا الوقت المناسب فهو الوقت المناسب. في شيء جميل جايك يا برج الجدي، جايك هدية، جاياك مبروك، ممكن ولادة لمشروع جديد أو ولادة لشيء جديد. في عندك انتقال لعمل جديد أو انتقال لمكان جديد، في طاقة جديدة عادة بتدخل حياتك يا برج الجدي.
بس مهم انك تبدأ باخذ الخطوة الاولى، لانك كتير قربت للشيء اللي انت بدك توصل له من زمان. امن في حدسك الداخلي، لانه حدسك الداخلي دائما صادق يا برج الجدي. نبدأ مع برج الدلو ونشوف طاقة برج الدلو لليوم. طاقة برج الدلو لليوم، برج الدلو، اسأل نفسك أنا شو بدي هاي الفترة، شو الرغبة اللي أنا فعلا ببحث عنها، لأنه هاي فترة تجليات. تخيلها وحاول تبعد أي أفكار سلبية عن دماغك عشان تأخذ قرارك يا برج الدلو. اسأل نفسك هل هذا الشيء اللي أنا بسويه بفيدني في رسالتي الروحية أو ببعدني عنها. عندك روحانيات قاعدة بتتجلى في هاي، بتعلى في هاي الفترة، وعندك القدرة عشان انك توجه نفسك حتى والآخرين. لكن مهم انك تهتم في نفسك يا برج الدلو. لما بتتبع حدسك في امور ووفرة مالية بتيجي على حياتك، لكن مهم انك تتشافى في علاقتك مع ذاتك ومع الآخرين يا برج الدلو. نشوف برج الحوت لليوم. برج الحوت، برج الحوت بتفكر انك تقتني حيوان جديد، او يمكن حيوانك الروحي بتفكر انك تتواصل معه عن طريق التأمل. هذا شيء كتير كويس. في عندك ولادة لمشروع جديد، ولادة لفكرة جديدة. شيء بخص الأطفال يا برج الحوت، إذا كانت إجابتك نعم أو لا فهي نعم، هذا هو الوقت المناسب عشان تبدأ من جديد. في حاجات جديدة جاية كتير حلوة، وعلى فكرة هذا الكرت إجاك امبارح. في شيء لازم تتشافى منه، له علاقة، في ممكن يكون علاقة معينة، له علاقة في شيء معين. بس مهم عشان تتشافى من هاي النقطة أو هذا الموقف، مهم إنك تشوف بعين الطرف الآخر. محتاج إنك تتواصل مع ذاتك عن طريق اليوغا، عن طريق التأمل، عن طريق ممارسة الرياضة. اهتم بصحتك النفسية. هدوء الأفكار عندك يساعدك على ارتفاع بالوعي. كمان في جياك مرحلة من الهدوء الداخلي، ممكن نقول صمت الأفكار خلال الفترة الجاية. بس خذ الأكشن، لأنك كتير قريب من الشيء اللي أنت بدك توصل له. بس خذ أكشن عشان تبدأ بتجلي الأشياء في حياتك. وآمن بالحدس الداخلي وحبك هذا الداخلي لذاتك بيساعدك وبيساعد الآخرين يا برج الحوت. شكرا للجميع. لو حابين تاخذوا استشارة خاصة، الرقم موجود في صندوق الوصف. تابعونا على الانستغرام على نفس اسم القناة باليوتيوب. شكرا للجميع.